مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر الصباحي. تحية صباحية عطرة نزفها لكل المتابعين اينما كانوا، سواء داخل المغرب او خارج المغرب، نحييكم عاليا ونتمنى لكم صباح سعيد. فالكثير من المواضيع اللي صراحة تعاني منها المرأة المغربية بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة بطبيعة الحال في الآونة الأخيرة، وأيضا على طول الأيام بطبيعة الحال، اللي هو قضية التحرش الجنسي والمضايقات التي تتعرض لها المرأة بطبيعة الحال في الشارع أثناء خروجها لقضاء أغراضها الشخصية، أو أيضا في العمل. مجموعة من المضايقات بطبيعة الحال، واللي ربما أصبحت من الأمور المسكوت عنها ومن الطابوهات التي لا تود المرأة الحديث عنها، خاصة المرأة المتزوجة. كثيرا ما نلاحظ بأن نساء متزوجات يعانين من التحرش، يعانين من المضايقات بالشوارع، أبطالها سواء كان شبان غير متزوجين أو أيضا أشخاص متزوجين. وهذا هو النقاش ديالنا الصباحي، بغينا يعني أنكم تشاركوا معنا بالآراء ديالكم بخصوص هذه الظاهرة اللي ولات بطبيعة الحال منتشرة بشكل كبير، خاصة بعد الخروج الإعلامي ديال إحدى الشابات يوم أمس اللي تدعى أميرة جمال المغرب، اللي فجرت واحد حقيقة اللي كان ربما كثير من الشابات أمثالها يعانين منها، لكنهن فضلن السكوت وعدم البوح بها. وهي يعني بواحد شجاعة، بواحد جرأة، بواحد ثقة في النفس، تكلمات حول المضايقات اللي كتعرض لها، وحول يعني نسبة التحرش الجنسي اللي كتعرض لها بشكل يومي، سواء في العمل ديالها، سواء أيضا في الشارع، في المقاهي، في المطاعم، في لي غرون سيرفاس، في الأسواق وغيرها من الأمور. ربما هناك شابات يعني مثلها يعانين من نفس الأمر، وما كيقدروش انهم يتكلموا على هذا الموضوع. هذا الشيء اللي ارتئينا باش نناقشوا هذا الموضوع، وبغينا ايضا يعني النساء اللي معانا في هذا اللايف انهم يشاركونا التجارب ديالهم، كيفاش يعني ربما كيعيشنا وسط هذا المجتمع الذكوري، وسط هذا ربما إن صح التعبير بعض الوحوش البشرية والأدمية التي ترى فقط في المرأة بأنها جسد، بأنها متعة جنسية، بأنها ربما شيء يتشيء المرأة الذي أصبح يعني بواحد نسبة كبيرة في المجتمع المغربي ديالنا. فهذا هو النقاش ديالنا، أنتم كيفاش كتشوفوا هذا الأمر، وعلاش ربما المرأة ما كتقدرش أنها تتكلم على هذا الموضوع، ودائما ما تتستر عليه خوفا من الفضيحة، خوفا من نظرة المجتمع، خوفا من حكم الآخر عليها. هذا هو ربما النقاش اللي خاص يكون لدى المرأة. فأي امرأة أو أي شابة تعرضت للتحرش، فالتحرش أصبح جريمة يعاقب عليها القانون. فالمرأة من حقها ربما أن تلبس كما تشاء، فلها حريتها الشخصية، لها مجموعة من الأمور اللي يعني القانون يعني كيخول لها باش أنها تعيش بشكل حر، وبشكل اللي كيسمح لها القانون بذلك، باش أنها تمارس الحرية الشخصية ديالها، حرية الملبس. فحينما لا تعتدي على حرية الآخرين فذاك شأنها الشخصي، ولا يمكن لأي شخص يعني أن يأمرها وأن يحكم يعني على طريقة اللباس ديالها. فالمجتمعات المتقدمة أصبحت تحكم على الإنسان بأفكاره، بعقول البشر، وليس بلباس البشر. فصراحة يعني غادي نحاول نقراو التعليق ديال بعض الناس، وكنتمنى ان بعض يعني الشابات اللي عندهم تجارب في هذا الخصوص انهم يحكيو لنا كيفاش كيتعاملوا مع هاد الظاهرة ديال التحرش، وايضا خاصة المتزوجات اللي ربما سبق انهم تعرضوا
للتحرش، كيفاش كانت ردة الفعل ديالهم، هل يعني هذا الأمر أصبح يضايق الحرية الشخصية ديالهم أم لا. تحياتي لكم إخواني الكرام. ياسين مسعيد كيقول السلام عليكم. إيريك كيقول ما كاين لا شابة لا متزوجة، تحياتي لك المعتمد. يا أخي تلك الشابة فبطبيعة الحال تكلمت بجرأة اللي ما قدرت، يعني مجموعة من الشابات يعني أنها تتكلم على الظاهرة، فالظاهرة ما يمكنش أن ننكرها، فموجودة بيننا ونتعايش معها بشكل يومي. كاين الناس اللي عندهم هواية ديال مضايقات النساء في الشارع، يعني بدون كما كنقولوا بلا حشمة بلا حياء، يعني دائما هو يعني يضايق النساء ولا يعرف لا المتزوجات لا العازبات. فكل من يعني خرجت من أجل قضاء الغرض ديالها الشخصي فيعاكسها، وبالتالي فهذا الشيء يعني يسيء المجتمع دينا ويسيء أيضا حتى المرأة بصفة عامة. ميلود كيقول إلا جات علينا شخصين والله واخا تعرب الكم من تلفت جيتها. تحياتي لك. رضوان داك كيقول حرية الملبس لها حدود. لطيفة صباح النور أختي لطيفة. مجموعة من الناس يعني اللي كيأكدوا بأن ربما هذا الموضوع، فكما دائما كنقول مجموعة من المواضيع اللي مسكوت عنها وكتعتبر طابو، فهذا الشيء اللي خلانا أننا ربما نعيش على واحد الأزمة ديال الأخلاق، واحد انهيار منظومة الأخلاق. وبالتالي فحتى أي شابة تعرضت للتحرش فكتخاف باش أنها توقف صدا منيعا أمام هذا المتحرش، خوفا من الفضيحة، خوفا من مجموعة من الأشياء، من نظرة المجتمع. فهذه أمور اللي كنشوفها بشكل يومي وبشكل دائم في المجتمع ديالنا. أمير بن شكروم كيقول ليس هناك شيء اسمه تحرش، فعندما يتكلم الرجل مع امرأة فهي تستدير وتنظر إليه وبعد ذلك تقرر هل ستسمي هذا الكلام تحرشا أم مغازلة مقبولة، وذلك بناء على من تكلم معها، هل هو رجل طويل وسيم وذو مكانة أم العكس. فإن أعجبها قبلت كلامه واعتبرته مغازلة لطيفة، وإن لم يعجبها شكله ولباسه اعتبرته متحرشا مكبوتا يجب سجنه. تحيتي لك أخي أمير، شكرا لك. فكما قلت فبطبيعة الحال هذا موضوع لمجموعة من النساء بطبيعة الحال يعني يتعرضن للعنف اللفظي والعنف المعنوي في الشوارع ديالنا بطبيعة الحال. فمن حق المرأة كما قلت يعني أن تمارس حريتها كما تشاء بطبيعة الحال في إطار ما هو مقبول وهو متعارف عليه في المجتمع ديالنا، لأننا نعيش في مجتمع اللي هو مجتمع تغلب عليه النظرة الذكورية والنظرة المحافظة، ولا زال بعض الناس محافظين على الحشمة والوقار. وبالتالي فكاين مجموعة من الناس اللي كيربطوا عفوا هذا التحرش وهذه المضايقات اللي كتعرض لها المرأة، بأنها يقول لك بأن نوع اللباس ديالها هو الذي ربما يثير الفتنة وربما يجعلها عرضة للتحرش. فربما المجتمعات المتقدمة فالمرأة تلبس كما تشاء، فلا يحق لأحد أن يأمرها أو يفرض عليها نوعية اللباس ونوعية ربما العيش الذي تريد هي أن تعيشه. فالمرأة اليوم أصبحت متحررة من القيود، أصبحت ربما متأثرة بالمجتمعات الغربية، فلم يعد هناك شيء اسمه ربما مجتمع محافظ، فالكل أصبح متأثر بالعولمة بالتكنولوجيا ربما الغزو الفكري ديال الغرب. وبالتالي فالمرأة لا يمكن بتاتا يعني أننا نمارس عليها التحرش بداعي فقط أنها ربما متبرجة أو شيء من هذا القبيل.
اي شخص ربما لديه اخته، لديه امه، لديه فتاة في المنزل ديالو، فلا يمكن ان يقبل بتاتا باش انها تكون عرضة للتحرش. فذلك كما قال احد الاخ الكريم، فاي واحد ما يقبلش اللي تحرش ليه بالاخت ديالو او بالام ديالو. تحياتي لك اخويا رشيد، شكرا لك. فكنتمنى بطبيعة الحال يعني ان هذا الموضوع ما يبقاش يعني من المسكوت عنه. يعني هذه ايضا دعوة لحماية النساء اللواتي يواجهن التحرش الجنسي في اماكن العمل وفي الشارع. فبدلا من الابلاغ عن هذا المشكل، فانهن غالبا ما يلتجئن الى الصمت خوفا من العار، خوفا من الفضيحة، وليس لديهن اي خيار اخر. حتى في العمل كاين نساء اللواتي غادرن العمل وفضلن تقديم الاستقالة ديالهن وترك العمل، لانهن اصبحن يتعرضن لواحد مضايقة، واحد التحرش بشكل بالغ جدا، فيفضلن المغادرة على ان يفضحن هذه التصرفات. فصراحة اليوم يعني مجموعة من النساء متضايقات من هذا الأمر بشكل كبير، وأيضا التحرش الجنسي يقلص أيضا من فرص المرأة في النجاح المهني، فلم تعد يعني تركز بشكل كبير على العمل ديالها. فكثير يعني من جمعيات ومن منظمات اللي ربما يغيب دورهن في هذا الصدد. وهذه دعوة أيضا لحماية المرأة من هذه التصرفات الطائشة، من هذه التصرفات الغير لائقة التي أصبحت متفشية بشكل كبير في المجتمع ديالنا. تحياتي لكم إخواني الكرام، وكنتمنى أن يكون هذا النقاش نقاش فعال، نقاش هادف من أجل إماطة اللتان ومن أجل فضح المستور. تحية للمرأة المغربية بصفة عامة، وكنتمنى لها النجاح والريادة ومزيدا من حماية حقوق المرأة وحماية الشابات المغربيات، لأنهن جيل المستقبل وعماد الأمة. فإن صلحت الأم صلح المجتمع، وإن فسدت فسد المجتمع. تحية للجميع وشكرا على المتابعة.